مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة من العاصمة السودانية الخرطوم. ما زلنا نتابع معكم كل التطورات في المشهد السياسي، وتحديدا نتحدث هنا على الهدف أو الموضوع الأبرز هو تشكيل الحكومة الجديدة. دعونا نتوسع في الحديث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن بمنظور وجانب قانوني ودستوري، مع ضيفتنا. تنضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتورة زحل محمد الأمين، أستاذة القانون الدستوري والدولي. دكتورة زحل، أهلا بك. طب دكتورة، خلينا نبلش من موضوع تشكيلة الحكومة الجديدة. من خلال متابعتك للموضوع، إلى أين وصلت ربما الجهود حتى اللحظة، وكيف يجب أن ننظر إلى تطور هذا الموضوع من الجانب القانوني والدستوري؟ مرحبا أستاذة، مرحبا مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية، أنا سعيدة بالتواجد معكم. إذا نظرنا إلى الأمر كما سألتي تحديدا من الناحية الدستورية والقانونية، فعلا الأمر له ارتباط بالمنظومة الدستورية والمنظومة القانونية التي تنظم الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية نظمت بموجب وثيقتين، وثيقة سياسية ووثيقة دستورية. تم النص من خلال هذه الوثائق على الهيكل التنظيمي القانوني لكيفية إنشاء المؤسسات في الفترة الانتقالية. وتحديدا ما يعني ما يتعلق بسؤالك، المسألة بتاعت تعيين الوزراء هي نص هي مستوى من المستويات السلطة المنصوص عليها في الوثيقة السياسية والوثيقة الدستورية. المستويات السلطة ثلاثة: مستوى سيادي، مستوى وزراء المجلس وزراء، ومستوى تشريعي. بالنسبة للمستوى اللي سألتي، مستوى الوزراء، تم النص على أن هذا المستوى يتشكل من رئيس وزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيرا حسب نص الوثيقة. وبالفعل ويتم اختيار هؤلاء الوزراء كما تم التوافق عليه من خلال الوثيقة، بواسطة أن يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير، ومن ثم يرفع هذا الاختيار إلى رئيس الوزراء المعين اللي هو الأستاذ دكتور حمدوك، ورئيس الوزراء يختار من هذه القائمة، أو القائمة أيضا يعني تم التوافق. الخطوات كانت واضحة دكتورة زحل، نعم، تم التوافق، لأنه كان في حديث عن أن الخطوات يمكن لم تكن بهذا الوضوح في الوثيقة الدستورية، لأنه تم رفع أسماء مرشحين من قوى الحرية والتغيير إلى رئيس الوزراء، ومن ثم كان هناك حديث بأن المجلس السيادي عليه أن يوافق على هذا الموضوع. هذه النقطة تحديدا زي ما قلت لك أنا استكمالا لكلامي، حتى النسخة يجب أن يكون فيها شيء من الشفافية. الأسماء لا ترفع فقط شخص واحد ويقبلوا رئيس الوزراء أو لا يقبلوا، تم التوافق على أنه يتم الاختيار من خلال قوائم تحتوي على عدد من المرشحين لا يقل عن 3، ورئيس هذه بتدي مساحة في الشفافية والاختيار، يعني بتوسع من فرص الاختيار. طيب دي ناحية. أساساً الوثيقة نصت على أنه هذا الاختيار الذي يتم من قبل قوى الحرية والتغيير يعني يتم قبوله أيضا من المستوى السيادي، ومن ثم يتم رفعه لمجلس الوزراء. يبدو أن ما التغيير الذي صاحب إعلان الوزراء جزء منه أن هذه الترشيحات لم تمر على المجلس السيادي، ومن ثم تأخذ طريقة لرئيس الوزراء، هي رفعت مباشرة لرئيس الوزراء، لأنه رئيس الوزراء أصدر بيان يوم الثلاثاء الفائت وذكر بأنه استلم الوثيقة من قوى الحرية والتغيير، ولم يذكر بأن هذه الوثيقة أو ما كانت فيه إشارة لأنه يعني الاتفاق نفذ كما منصوص عليه. وبالتالي المستوى السيادي يعني تحدث عن أنه هذه القائمة لازم تمر عبره، وأنه هو يوافق عليها من ناحية يعني إنفاذا للاتفاق. جميل. ومن الناحية الثانية المسألة حسب ما ذكروا الفحص الأمني، ومسألة الفحص الأمني دي أنا يعني أخذت حظ من التداول في الأيام الفائتة في 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 منصات التواصل الاجتماعي، ولكن من الناحية القانونية أنا بفتكر إنه هذه المسألة يجب أن لا تثير نوع من الحساسية، لأنه في كل دساتير العالم بيتم النص على أن الأشخاص الذين يتولون مناصب حساسة داخل الدولة أو مناصب تنفيذية، مناصب قيادية، يجب أن لا يكون تم سبق الحكم عليهم في جرائم جنائية. وبالتالي مسألة الفحص الأمني قد ما تكون ذكرت بالطريقة المناسبة، ولكن من ناحية المبدأ
يعني المبدأ ليس هنالك غبار عليه، يجب على كل شخص يتولى منصب وزاري أن لا يكون سبق إدانته في جريمة جنائية تمس الشرف والأمانة. طب دكتورة زحل، بما أننا نتحدث عن الوثيقة الدستورية ونتحدث عن هذه الفترة الحساسة، الفترة الانتقالية، وهي مهمة من خلالها يتم الانتقال إلى صفحة جديدة من تاريخ السودان، وبالتالي أي مدى الوثيقة الدستورية فعليا حددت كل الخطوات وهي واضحة فيما يخص هذه الفترة؟ الوثيقة الدستورية هي ما قيمة هذه الوثيقة الدستورية؟ أي دولة، أي حكومة لازم يكون هنالك دستور يحدد مسائل مهمة جدا في يعني في مجريات الأحداث داخل الدولة نفسها. يعني الوثيقة الدستورية هي الدستور، هي وثيقة شبه هي الدستور يعني الذي سوف يحكم الفترة الانتقالية. سميت بوثيقة انتقالية لأنها لم يتم إصدارها بالطريقة المتبعة في إصدار الدساتير في العالم، ولكن ظروف الفترة الانتقالية وظروف الثورة في السودان حتمت أن تصدر الوثيقة بهذه الطريقة، ومن الناحية الدستورية والقانونية ليس هنالك مشكلة. ده من ناحية مبدئية. الوثيقة بتحتوي على مسائل مهمة جداً عشان تحكم تكون الفترة الانتقالية، اللي بتحكم شكل الدولة، سلطات الدولة، العلاقة بين هذه السلطات، المبادئ التي تحكم عمل هذه السلطات، وحقوق وحريات المواطنين داخل الدولة. من الناحية الدستورية تم النص على هذه المسائل الخمسة الرئيسية التي يجب أن تحتوي عليها الوثائق الدستورية. فيما يخص يعني شكل الدولة تم النص عليه، فيما يتم سلطات الدولة زي ما كما ذكرت لك قبل قليل، تم تحديد ثلاثة مستويات للحكم، وتم تحديد، والسؤال اللي سألتيه بيدخل في إطار الوثيقة قبل شوية اللي هي قلت لي أنت سألتي عن مشاورة المستوى مشاورة المستوى السيادي، هذا يدخل في صميم الوثيقة اللي هي العلاقة بين السلطات، وهذا عمل دستوري وعمل من صميم الوثيقة وليس هنالك غبار عليه. يعني غادنا الحديث لأن نصل أنا أن العلاقة بين السلطات العامة أيضا من الوسائل التي تحكم بموجب الوثائق الدستورية، وبالتالي يجب أن يعني تنفذ الوثيقة كما جاء النص عليها. طيب دكتورة، كان بودي أن توسع في الحديث أكثر لأن هناك الكثير من النقاط ربما تحتاج إلى توضيح من الجانب القانوني والدستوري، ولكن ربما نكتفي بهذا القدر حتى اللحظة وضحنا موضوع تشكيلة الحكومة الجديدة من ناحية الوثيقة الدستورية وما تضمنته في هذا الإطار. أود أن أشكرك دكتورة زحل محمد الأمين، أستاذة القانون الدستوري الدولي، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. إذن مشاهدينا، نأتي الآن إلى ختام هذه النافذة من العاصمة السودانية الخرطوم، نعود إلى استوديوهاتنا في أبوظبي.